سنشاهد في كأس العالم 2022 التي ربما ستبهر العالم، وسوف لن نشاهد مشاكل بالنسبة للطقس كما نشاهد في هذه الألعاب القوى في هذه البطولة العربية. ولو أنه اليوم الطقس أفضل نسبيا، يعني هناك إمكانية يعني منافسات من الطراز أرى فيها جدا. على كل المنافسات ستنطلق بعد قليل، والسباق الأول سيكون نهائي 400 متر حواجز. على كل سأذهب مباشرة إلى كابتن إبراهيم بوسكارن للتعليق حول فعاليات هذا اليوم. أيضا لا ننسى الزميل وسام كنيب كالعادة سيتحفنا بالعديد من الانترفيوات الرائعة جدا. مباشرة كابتن إبراهيم بوسكارن. شكرا زميلي هيكل الشعري، تحية طيبة لك ولجميع المحللين الذين يرافقونك في الاستوديو، والكابتن وحيد خميس البطل القطري السابق المعروف، وكذلك البطل السعودي هادي سوعان. هادي سوعان الكل يعرف هذا البطل المختص في 400 متر حواجز. سأعود بين الفينة والأخرى لأذكر ببعض الأبطال القدامى في مجال ألعاب القوى. على العموم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بكل المشاهدين الذين التحقوا لمتابعة أطوار منافسات اليوم الرابع واليوم الأخير من منافسات البطولة العربية لألعاب القوى التي تقام هنا بالدوحة، بالضبط بملعب سحيم بن حمد بنادي قطر. أولى المسابقات التي سنتابعها إياكم مشاهدينا الكرام هي مسابقة 400 متر حواجز بالنسبة للسيدات. هناك أسماء اعتدنا أن نراها سواء هنا بالدوحة أو في البطولة العربية من خلال النسخة الماضية. بسرعة أذكر بأنه هذه المجموعة تضم حاملة اللقب الفائزة بالميدالية الذهبية في النسخة الماضية، والأمر يتعلق بالبطلة المغربية حياة المباركي المتواجدة بالحارة الثامنة. هناك تواجد كذلك لصاحبة الميدالية الفضية وهي أمامنا على الصورة، لمياء الحبز المتواجدة كذلك في الحارة الثانية، بالإضافة إلى تسابيح محمد من السودان وهي صاحبة الميدالية البرونزية خلال دورة الألعاب العربية التي أقيمت بالدوحة. بسرعة في الحارة الثانية لمياء الحبز من المغرب، الحارة الثالثة صفاء حسن نمر من السودان، الحارة الرابعة عايدة سعيد البلوشي من الإمارات، الحارة الخامسة مهرة جاسم من الإمارات، الحارة السادسة صالحة محمد جاسم من البحرين، الحارة السابعة تسابيح محمد السيد من السودان، والحارة الثامنة حياة المباركي من المغرب. بالنسبة لهذه المجموعة يتوقع أن طبعا يعني الأرقام تتحدث على أنه المرشحتين أو المرشحة القوية للفوز بالميدالية الذهبية هي حياة المباركي من المغرب، على اعتبار أنها حملت الميدالية الذهبية في النسخة الماضية ب 58 ثانية و 11 جزء من الثانية، وهي كذلك صاحبة الميدالية الذهبية في دورة الألعاب العربية التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة ب 56 ثانية و 72 جزءا من الثانية. ربما ستكون المنافسة بينها وبين لمياء الحمز، ولكن هناك كذلك عايدة البلوشي من الإمارات وهي حاصلة على ميدالية برونزية على مستوى غرب آسيا، بالإضافة إلى كما ذكرت تسابيح السيد صاحبة الميدالية البرونزية في الدوحة، وكذلك صاحبة الميدالية الذهبية بالنسبة لفئة الشابات. على العموم الرقم القياسي العربي بحوزة المغربية نزهة بيدوان ب 52 ثانية 90 جزء من ثانية أعطت انطلاقة السباق. انطلاقة ستكون قوية، أول ما تتجاوز الحواجز يبدو حياة المباركي متقدمة ومتبوعة بلمياء الحمز وكلاهما من المغرب. هناك صعود لتسابيح السيد في محاولة طبيعة الحال للالتحاق بالمقدمة. هنا على الصورة لمياء الحمز التي غابت عن سباق المئة متر حواجز بالنسبة للسيدات بعد يعني أن تباطأت خلال الانطلاق. على العموم إذا اللحظات الأخيرة الآن، دائما حياة المباركي من المغرب يبدو أنها تتقدم على بقية المتسابقات متبوعة بمواطنتها لمياء الحمز. هناك تسابيح السيد كذلك في المجموعة الأولى، دائما صراع كبير. المباركي حياة في الممر أو في الحارة الثامنة، واضح التفوق الكبير إذا لحياة المباركي
والمركز الثاني اللي لم يأل حمز تسير إذا للدخول في المركز الثاني، بينما المركز الثالث والميدالية البرونزية كما ذكرت سابح محمد السيد من السودان. إذن التوقعات صدقت بالنسبة لهذه المسابقة حياة المباركي مرة أخرى، تؤكد على أنها الأقوى على المستوى العربي في هذا الاختصاص، تؤكد على أنها رقم صعب بالنسبة لمسابقة 400 متر حواجز وكانت غائبة عن سباق 100 متر حواجز. إذن ميدالية ذهبية للمغرب من خلال لمياء الحبز، ميدالية برونزية لحياة المباركي، ثم ميدالية برونزية للمياء الحبز كذلك من المغرب، وميدالية برونزية لتسابيح محمد السيد من السودان. هذا ما أفرز عنه سباق 400 متر حواجز سيدات، سباق الذي نتابع له الآن بعض المقتطفات. منذ البداية كان هناك تقدم واضح لحياة المباركي، انطلاقة قوية ومن ثم وسعت الفارق بينها وبين بقية المتسابقات إلى أن بلغت خط الوصول لتتقلد الذهب بالنسبة لهذه المسابقة. بالنسبة لسباق 400 متر حواجز، فقط أذكر بأنه واحد من الضيوف الذين يتواجد معنا بهذا البطولة العربية، والأمر يتعلق بالبطل السعودي هادي سوعان. فهادي سوعان الكل يتذكر هذا البطل الكبير الذي أدهش العالم في أولمبياد سيدني عام 2000 حينما ركض سباق 400 متر حواجز وكان قريبا من ميدالية ذهبية لولا بعض الأجزاء الثانية، وبالتالي اكتفى بميدالية فضية. هادي سوعان البطل السعودي أصبح من أسرة العبلقي وفي قناة الكأس، وأصبح محللا فنيا لقنوات الكأس لأم الألعاب.